مين لا اللاعب الاهلي اللي انت شايف ان هو نجم هذه النهارده البطوله؟ نجم البطوله. لا يعني انا شايف فيه مكاسب، يعني طاهر محمد طاهر رغم انضمامه يعني حديثا للنادي الاهلي، انما انا شايف النادي الاهلي كسب هذا اللاعب جدا كويس. عندك الشناوي بيؤكد انه مكسب لفريق النادي الاهلي. انا رايي ان الشناوي، ان الشناوي هيتخطف يعني في حته طبعا، بس هو يعني مش هيروح غير حاجه عاليه قوي يعني، يعني الشناوي هيبقى زي محمد صلاح كده في وقت من لانه الاوقات هو يعني. حتى جسمه والتركيبه بتاعته لا حاجه سوبر ما يعني، شاء الله عليه. ما شاء الله، ربنا يحفظه باذن الله يعني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.